راه سبق لي قلت هذا الشيء علانية. في الاول حنايا هاد ابناء هاد الحركه الاسلاميه قلنا ما كنصافحوش البنات وما كيصافحوناش البنات. دابا الاخوات كيصافحوا يعني الرجال العاديين والاخوان كيصافحوا النساء العاديه، واللي داير الحجاب ولا من ثمن الحركه ما كيصافحوش. هذا تناقض، ولكن هذا دليل على انه تطورنا. هذا التطور هذا يعني شنو تابع الانسان كيتقدم في السن، كيتقدم في العلم، تينسب الامور، كينسب الامور. شنو هي الاهميه ديال هذه؟ شنو هي الاهميه ديال هذه؟ فهمتيني ولا لا؟ كتولي القضيه كتولي يعني شيء عادي وبسيط. وشكون هذا اللي ما تطورش؟ ياك شحال هذه كانوا كيقولوا لنا اللي كان عنده 20 عام وما كانش توري ما عنده قلب، واللي دار 40 عام وبقى توري ما عنده عقل. هذا ماشي تطور. مزيان الانسان يتطور. شنو اللي صعيب؟ صعيب الانسان يقلب الفيستا ويبيع الماتش بحال اللي داروا شي وحدين اللي ربما كانوا توريين شي وقت من الاوقات، ولا ربما كاع مشاو للسجود، فهمتيني ولا لا؟ هما اللي خرجوا فعوض ما يتطوروا ويبقاو في الشرف، باعوا الماتش ولاو مرتزقه، ولاو كيتصيدوا مقابل دراهم معدودات ربما خصومهم السياسيين. حنا خصوم ديالهم السياسيين، صحيح اليسار المتطرف حنا خصوم ديالو سياسيين، ولكن اليسار المتطرف فينا الشرفاء بقاو تيواجهونا بالكلام، تيواجهونا يعني بالسياسه، وتيواجهونا بالافكار. وفي شي وحدين شافوا ريوسهم الشعب ما بغاهمش، ما عطاهمش المراتب اللي كانوا كيطمحوا لها رغم كل الدعم المالي والسياسي الفظيع اللي تعطى لهم. شافوا هذا الشيء كامل، قالوا حنايا علاش غنبقاو كنضربوا مع هذا الشعب؟ نمشيو حنا نتحالفوا مع الفساد والاستبداد باش نفضيو مع هاد الناس اللي كيسميوهم الخوانجيه ولا هذا الشيء. قلت كنقول لكم ملي كنت رئيس الحكومه، الدوله قبل الحزب، كنت كنقول لكم الى عاش النسر كيعيش ولادو. الآن نشعر أنه يقع علينا ظلم، نواجه هذا الظلم بالطرق القانونية المشروعة، بالطرق السياسية المشروعة، في بعض الأحيان نعبر، في بعض الأحيان ربما يشتط بنا التعبير بعض الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى كيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. حنا كنشعروا بلي تظلمنا في هذا الشيء، وكنطلبوا ما كنطلبوا من القضاة حتى حاجة، يحكموا بالقانون ويحكموا بالعدل الذي يترأسهم فيه، لأن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك ويراقبهم الله عز وجل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.